هذه مصفائي بقسم الشؤون الداخلية بعملة الدأمجان على رأس الملحقة الإدارية 8 إلحاق السيد كمال العلوي رئيس الملحقة الإدارية 14 في برشاويش مجدة. أيها الحضور الكريم، لا يخفى عليكم مدى أهمية الدور الذي يلعبه رجال السلطة في الحفاظ على الأمن وضمان الاستقرار من خلال السهر على تطبيق القانون والتربية على المواطنة ونشر مبادئ العدالة والمساواة والمساهمة في بناء المجتمع الحر الديمقراطي الحداثي الذي يتوخاه جميع المواطنين. ومن البديهي أن مهمة رجال السلطة من داخل المكاتب نظرا لطبيعتها المرتبطة بتدمير المجال ورعاية مصالح السكان. لذلك نحث السادة رجال السلطة في إطار تشديد سياسة القرب على الحضور في الميدان لملامسة الواقع من خلال الاقتراب من المواطنين والاستماع إليهم والإلمام بمشاكلهم وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة. حضرات سيداتي والسادة، لا يسعدني في ختام كلمتي هذه إلا أن أنوه بالخدمات والجهود الحميدة التي بذلها رجال السلطة الذين غادروا هذه العمالة والتحقوا بعملات أقاليم أخرى من المملكة، متمنين لهم التوفيق في مهامهم الجديدة. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم وسدد خطاه وأبقاه ذخرا وملاذا حقك لشعبه وفيما يصبو إليه من عزة وسدد ونماء، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام عليكم.